مساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد وحلقه جديده السادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه في اخبار كتير زي ما عودنا حضراتكم. اخبار الاهلي كمان اكيد هنتكلم عن موضوع ميسي واخر التطورات، وكمان هيبقى معانا ضيف مهم في الحلقه يا احمد. طبعا كابتن جمال مساعد واحد من نجوم النادي الاهلي هيشرفنا النهارده في السادسه. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، احنا من يومين، وقبل ما اتكلم حتى على من يومين، الحقيقه احنا من اللحظه دي نعد 25 يوم بدات لحظات الحسم تقترب، يعني اللي فات زي ما بنقول كده حماده واللي جاي حماده تاني خالص. على كل الاحوال اعتقد ان لعيبه الاهلي من فتره طويله وهم حاطين قدام عينيهم طبعا بطوله افريقيا، احنا بنتكلم على مباراه الذهاب ان شاء الله يوم 26، والكلام ده مش كلامي. الكلام ده كان مقرر طبعا من الاول يا ساره، لكن احنا خلال الاسبوع اللي فات والاخير وحتى تواصلنا مع كتاب صحفيين في المغرب عشان نتابع تطورات طلب الوداد المغربي بتأجيل لقاء الذهاب في بطولة أفريقيا، وتكلمنا على إصابة عدد من لعيبة الوداد بفيروس كورونا، ربنا يشفيهم طبعا ويرجعهم لناديهم بالسلامة. لكن النهاردة نقدر نقول أنه الموضوع ده اتقفل، لأنه الاتحاد الأفريقي رفض بالفعل طلب الوداد بتأجيل مباراتي الذهاب والإياب مع نادي الأهلي في قبل نهائي دوري الأبطال، وده مهم جدا لأكثر من سبب. احنا يمكن لما اتكلمنا المره اللي فاتت انا وساره في السادسه على فكره التاجيل وانه ليها ممكن يكون مميزات كتيره جدا ومنها ممكن يكون عيوب، وقلنا ان كل يوم تاجيل ممكن يصب اكتر في مصلحه النادي الاهلي، خصوصا فيما يتعلق بحالات المصابين او الاصابات اللي موجوده داخل الفريق وعودتها وتاهيلها ودخولها لفورمه الماتشات، وده يساعد بشكل كبير النادي الاهلي. لكن بيتهيالي برضو فكره عدم حسم الامور يا ساره بتسبب حاله من حالات التشتيت. حضراتكم تعرفوا كويس جدا انه لما الواحد بيبقى عنده امتحان وميعاد الامتحان ده ما يبقاش متحدد، بيبقى مختلفين، والله هيبقى يوم كذا، لا هيتاجل يوم كذا، الى حد ما ده بيعمل حاله تشتيت عند اللعيبه او عند اللي داخلين الامتحان. وانا بيتهيالي ماتش الوداد امتحان كبير جدا للاعيبه الاهلي، رغم ان شاء الله ان عندهم قدره كبيره جدا على تجاوز الامتحان الصعب. فرصه الجيل الحالي من النادي الاهلي من لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا في تحقيق حلم طال انتظاره والفوز باللقب التاسع ان شاء الله قدام الوداد، وهنتكلم مع حضراتكم طبعا بالتفصيل عن تطورات الامور. يمكن فعلا يا احمد وجود غيابات الحقيقه في صفوف النادي الاهلي مؤثره، وخصوصا الهدف الاول والاخير لينا هو افريقيا باذن الله، ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بطوله افريقيا. ولكن برضو الحقيقه انه من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف والماتشات اللي لعبناها يمكن في مكاسب كنا يوم بعد يوم يا احمد بيتكلم عنها دايما في البرنامج وفي قناه الاهلي بشكل عام، ويمكن كان منهم دايما يا احمد بنشيد ببادجي وان هو مطمنا، ودايما بقول لك انا حاسه ان هو هيفاجئنا في بطوله. أنا من أول يوم قلت لك بادجي يمتلك مواصفات المهاجم، حتى بتقولي شكله، يعني حتى شكله من ناحية الجسماني وسريع وقوي ومهاري، كنا بنقول بيتمركز في الملعب بشكل صحيح. فالحقيقة زي ما بنبص على السلبيات برضو، وإنه إحنا كان التأجيل ده ممكن يكون في مصلحتنا بشكل كبير، لكن برضو في إيجابيات ومكاسب بنشوفها كل يوم في ماتشات الدوري، ولعيبة الحقيقة بتثبت نفسها يوم بعد يوم. وزي ما قلنا بادجي مثلا بيثبت وجهة نظر الجهاز الفني والإدارة في التعاقد معاه، الحقيقه مهاجم كويس جدا، واتمنى باذن الله ان احنا نشوفه على مستوى اعلى في افريقيا ان شاء الله. واعتقد كمان انه خد جرعه ثقه مهمه في الفتره اللي فاتت، مش بس محسن من كمان ناحيه خد مشاركته، جرعه ثقه يعني زي ما قلنا يمكن ما هدفش في الماتش الاخير، ولكن كان برضو مستواه افضل لو تتفق معايا يا احمد. طبعا من قبل كده اه طبعا، بس انا بتهيالي مروان اكتر خد الجرعه المكثفه في الجونه. يعني انطلاقه اتمنى انه مروان محسن يجيد استغلالها، خصوصا انها مسحت جزء كبير جدا من حالة عدم الرضا اللي كانت موجودة عند الجمهور. احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة، وكلام ده لمصلحة مروان ولمصلحة النادي الأهلي. بادجي الحقيقة خد ثقة كبيرة جدا، وجزئية الثقة بالنسبة للهداف مهمة جدا، يعني كل ما كان مستوى الثقة عند اللعيب اللي مسؤوليته أو إن دوره في الملعب الرئيسي طبعا أو الأساسي إنه يحط جوال، كل ما الثقة زادت كل ما تتأكد إنه مستواه هيتقدم وهيرتفع. في تقديري انه حتى الثلاث جولات اللي جايين في الدوري، بنتكلم على دجله، بنتكلم على حرس، بنتكلم على الاسماعيلي، هي ماتشات فرصه كويسه جدا للنادي الاهلي انه يجهز التوليفه او التركيبه النموذجيه اللي يبتدي يلعب بيها ماتشات قبل النهائي مع
الوداد. صحيح السولية هيغيب 20 يوم بس ان شاء الله في تقديرات الجهاز الطبي انه هيلحق الماتش ان شاء الله بتاع احتمال يكون موجود في قائمه الاسماعيلي، ولو ما كانش ان شاء الله يكون جاهز في ماتش الوداد. في لعيبه بترجع تباعا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، الاسماعيلي هيشهد عوده كهربا مره ثانيه للقائمه، حسين الشحات بدا النهارده تدريبات، فاعتقد انه مع الوقت القوى الضاربه للنادي الاهلي خصوصا في الناحيه الهجوميه اللي احنا يمكن عانينا منها شويه لفتره من الفترات سواء بالنسبه لروس الحربه او بالنسبه للاجنحه، اعتقد انها من وقت للتاني او مع الوقت بنكسب الحقيقه ارضيه كبيره جدا، او الاهلي بيكسب فيها ارضيه كبيره جدا. وان شاء الله في خلال ال 25 يوم احنا نقابل الوداد 26 هناك، ونقابله 3 اكتوبر هنا في مصر ان شاء الله باذن الله. في الوقت ده اعتقد انه القوى الضاربه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون مكتمله وجاهزه للوصول للدور النهائي. والحقيقه احمد انه فكره نظام الذهاب والاياب ويمكن ده قتلناه بحثا، انا اعتقد ان هو بنسبه كبيره في مصلحتنا انه لو لا قدر الله مثلا، بس ان شاء الله ده ما يحصلش، ما توفقناش في مباراه الذهاب، انت عندك فرصه ان انت تعوض على ارضك، مش هيبقى في جمهور بس يعني عندك فرصه ان انت تبقى على ارضك وتعوض، لو انت بتتفق معايا في ده. الى حد كبير بتفق، بس هو سلاح ذو حدين لانه حسم المواجهه الاولى لصالح الوداد خصوصا لو في فرق سكور، هنيجي هنا في القاهره على ملعبنا، بس هيبقى في حاله ضغط او توتر. انا بيتهيألي انه السيناريو الافضل انه الاهلي على اقل تقدير يسجل هدف واحد، اعتقد طبعاً. ده الى حد كبير جدا يحط الاهلي ان شاء الله في دور النهائي. ويا سلام طبعا لو قدرنا نتعادل او نكسب تعادل ايجابي، اعتقد انه ده بشكل كبير جدا يعلي من فرص النادي الاهلي، وان كان برضو احنا التاريخ علمنا احنا ما بنقولش احنا تاهلنا الا مع صفاره الحكم في نهايه ال 180 دقيقه اللي هتجمع بين الاهلي والوداد. طب يلا اعمل لي التشكيله المثاليه لمباراه الاهلي والوداد. لو الاهلي في قائمته ما فيش يعني لعيبه اصابات او ايقافات، اعتقد انه الشناوي طبعا في حراسه المرمى ما فيش خلاف، بيتهيألي انه ربيعه ومتولي، بس متولي لا خلاص متولي صعب جدا يبقى معانا في قبل النهائي والنهائي، فاعتقد ياسر ابراهيم وربيعه، علي معلول، احمد فتحي او هاني، انا بشوف الاثنين الحقيقه في نفس المستوى الاجهز فنيا منهم. في النص يبقى السوليه وديانج، على الاطراف انا شايف انه الشيخ فايق جدا وعايز يعمل حاجه للنادي الاهلي، وفي النص ممكن يلعب بادجي طبعا، وفي الناحيه الشمال اعتقد حسين الشحات هو الاقرب إن لو كان جاهز فنيا، وورا دول اتمنى ان يكون صالح جمعه. طيب انا بمناسبه ذكر طبعا محمد هاني، عايزه برضو اقول انه الحقيقه انه محمد هاني واحده بواحده بيثبت نفسه في الحته اليمين دي، واحده بواحده بنشوف محمد هاني، يمكن محتاج لسه شويه انه يعني في شويه كده ايه، محتاج ياخد ثقه اكتر ممكن في الحته اليمين دي، بس هو فعلا اللاعب ده محتاج دعم اكتر من الجماهير، محتاج اكتر ان احنا نبقى واقفين في ظهره. هو هاني حظه وحش الحقيقه. ما هو ده اللي انا عايزه اقوله، مش عارفه اقولها. يعني هو هاني لعيب حظه وحش لانه ما فيش حد بيفهم كوره ممكن يختلف على امكانيات محمد هاني في المكان ده. صح. لكن حظه وحش لاسباب كتير، حظه وحش لانه في اوقات كتير جدا بيبقى داون في ماتشات مهمه، على الرغم ان تلاقيه ماتش اللي بعده فايق جدا وعالي جدا وفي الدفاع والهجوم. خدي بالك انه لعيب الخط ده مشكلة ومهارة مش من السهل، محتاج فتنس معين، محتاج وعي تكتيكي معين، مطلوب منه أدوار كتير جدا هجومية وأدوار كتير جدا دفاعية غير أي لعيب تاني متمركز في أي منطقة في الملعب. لكن هاني كمان في أوقات بيظلمه، في أوقات طريقة اللعب أو التشكيل أو الغيابات بتحط عليه أعباء أكتر من المطلوبة منه، وده إلى حد ما بيخلي الناس ما تبقاش راضية قوي عن مستواه. لكن من الناحية الفنية أعتقد محمد هاني من أفضل اللعيبة في الناحية دي، مش بتكلم في نادي الأهلي، بتكلم على مستوى مصر، خصوصا طبعا أنه لعيب صغير ومع الخبرة ومع الوقت أعتقد هنشوف هاني في حتة تانية خالص. نروح لأخبار النهاردة. الجهاز الطبي في الأهلي أكد أن عمرو سولية زي ما قلنا لحضراتكم لاعب وسط الفريق هيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة تصل لـ20 يوم بعد إصابته بتمزق بسيط في العضلة الأمامية، طبعا في مباراة الفريق الأخيرة قدام المصري واللي فاز بيها النادي الأهلي بهدفين نظيفين. السولية كده هيغيب عن الأهلي في مواجهة وادي دجلة الجمعة اللي جاية، وبعدها مواجهة حرس الحدود على أقل تقدير، وممكن كمان مباراة الإسماعيلي. طبعا نتمنى ان شاء الله انه يرجع بالسلامه، واحد من
الاعمده الرئيسيه لفريق النادي الاهلي ويرجع في حالته ويرجع ان شاء الله ويكون مشارك معانا في قبل النهائي. بالمناسبه كمان الشحات النهارده نزل وبدا برنامج تاهيلي منفرد بعد ما جت نتيجه المسحه اللي خضع ليها للكشف طبعا عن فيروس كورونا سلبيه. الشحات تقريبا غايب عن النادي الاهلي من شهر يونيو اللي فات، وكان يمكن عمل عمليه الفتاء ورجع بالسلامه ان شاء الله، واعتقد انه الشحات هيكون اضافه كبيره. الاهم انه يدخل فورمه الماتشات والمباريات ويستعيد مستواه في اسرع وقت ممكن، وان كانت الفتره المتبقيه انا دايما مركز على بطوله افريقيا لانها مش بس البطوله الاهم، هي البطوله الاهم والبطوله الاصعب، وكمان البطوله اللي عندنا يعني بتهيالي انه الدوري الى حد كبير خلاص قدر الاهلي انه يحسمه. احنا عندنا تقريبا 11 ماتش تقريبا 11 ماتش، لو خدنا منهم حوالي 15 نقطه اعتقد كده الاهلي بعيد عن اقرب منافسي. وبيتهيالي كمان انه في الناحيه الهجوميه احنا محتاجين وجود الشحات في قبل النهائي افريقيا، اعتقد هيكون دعم حتى لو مش هيشارك بشكل اساسي، لكنه بالتاكيد ورقه رابحه ممكن استخدامها والمناوره بيها في اي وقت. رجوع للفريق. هنروح بقى للخبر اللي انت لسه كنت قايله يا احمد، انه هنقول التفاصيل، ان كشفت تقارير صحفيه مغربيه عن رفض الكاف ان هو ياجل طبعا مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. موقع ل 360 المغربي قال ان في مصدر داخل الاتحاد الافريقي اكد ان لجنه المسابقات رفضت تاجيل الماتشين تماما، سواء نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه كمان، رغم زياده اعداد المصابين بفيروس كورونا. الموقع كمان اضاف ان الكاف اعتمد المواعيد النهائيه خلاص لمباراتي نصف النهائي. الرجاء هيستضيف الزمالك يوم 25 سبتمبر، وهتقام مباراه الاهلي والوداد بالمغرب في اليوم التالي. في الاياب هيواجه الزمالك الرجاء المغربي على ملعب برج العرب في مدينه الاسكندريه يوم 2 اكتوبر، والاهلي هيستضيف الوداد على ملعب السلام يوم 3 من نفس الشهر. وطبعا احنا كنا عارفين قبل كده انه كان في تقارير طبعا اشارت انه فريق الوداد الرياضي بيتجه لطلب تأجيل مباراته ضد الأهلي نظرا للإصابة، إصابة العديد من لاعبي بفيروس كورونا خلال الأيام اللي فاتت. أتمنى الشفاء طبعا، وبالتأكيد يعني هي بالتأكيد هتأثر، يعني فكرة أنه يبقى في حالة حظر على اللعيبة أو يعني حجر صحي على اللعيبة لمدة 14 يوم بالتأكيد هتأثر على الوداد سلبا. على كل الأحوال نتابع واحنا بنتابع اخبار لعيبه الاهلي، طبعا كلام كتير قوي حضراتكم تابعتوه وسمعتوه على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، او تحديدا ال 24 ساعه الاخيره على اليو ديانج نجم النادي الاهلي اللاعب المالي اللي بالفعل واحنا بنكلم حضراتكم اخطر اللاعب المالي اليو ديانج النادي الاهلي مسؤولين النادي الاهلي بموعد رجوعه للقاهره وانتظامه في تدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. في نفس الاتصال اكد اللاعب لمسؤولي النادي الاهلي انه هيرجع ان شاء الله لمصر يوم الاربع بعد ما قام بتجديد جواز سفره، وده الامر اللي كان سامح بيه. يعني هو الحقيقه رجل تلقى اذن من الجهاز الفني للنادي الاهلي انه يسافر لمالي عشان يتمكن من تجديد جواز السفر، عشان يقدر يسافر، لولا ان هو لو جواز سفره مش جاهز اللاعب مش هيقدر يسافر مع الاهلي لمواجهه الوداد المغربي. عشان كده اليو ديانج سجل حتى فيديو نشره على او نشر على صفحه النادي الاهلي، خلينا نتابع تفاصيله ونرجع لحضراتكم على طول. السلام عليكم، هاي علي فانز، اي ترافلينج تو مالي افتر بيرميشن فور كابتن سعيد تو دو ماي باسبور. And inshallah, I come back and I will be ready to play Wadi Digla game, inshallah. هو اللي انا مش بفهمه يا احمد، يعني فايلر اكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه انه طبيعي انه قال بالظبط ان هو مسافر علشان يجدد جواز سفر وكل حاجه، ليه بقى اشاعات بتطلع؟ لا دي الاشاعات ليه؟ يعني المدير الفني بنفسه اكد اللاعب مسافر ليه؟ لا لا انا ده هرب من الاهلي وده راح. من ساعه ما ابتدينا في قناه الاهلي بشكلها الجديد وابتديت اتابع طبعا بشكل رئيسي صفحه الاهلي تي في او قناه النادي الاهلي، وبتابع معاها بعض الحاجات التانية المرتبطة بالمجال الرياضي، اكتشفت وتيقنت الحقيقة من انه
كم اللجان الالكترونيه او الميليشيات والكتائب الالكترونيه اللي موجوده شغاله بس بانستراكشنز عشان تركز على اشاعه او تنشر خبر مش صحيح. والحقيقه في جزء كبير جدا من الاشاعات دي استهداف واضح وصريح للنادي الاهلي. اي حاجه حتى لو يعني مش متاكدين منها او مش هتاثر التاثير ما دام فيها ضربه شاكوش صغيره هتلاقيها موجوده بشكل كبير. دايما فعلا بيحبوا زي ما انت بتقول يصدروا الازمات اللي ممكن تكون موجوده في النادي الاهلي واشاعات ممكن ازمات اصلا مش موجوده بس عشان يشتتوا الفريق في مرحله مهمه وفي مرحله حاسمه. بس دايما بنقول الاهلي ما بيبصش للكلام ده، الكيان الكبير ده مش بيتاثر بالكلام ده. نروح للجنة الخماسية اللي حسمت تطبيق تقنية الفيديو في دوري القسم الثاني المقرر طبعا استئنافه 20 سبتمبر اللي جاي. في مصدر في اتحاد الكرة قال في تصريحات صحفية النهاردة أن تقنية الفيديو مش هتطبق في دوري القسم الثاني خلال الموسم الحالي، خاصة أنها بتستلزم الحصول على موافقة من الاتحاد الدولي بجانب طبعا تدريب حكام الدرجة الثانية على استخدام التقنية لحصولهم على رخصة إدارة المباريات في وجود التقنية. نروح لعمرو ورده. عمرو ورده النجم المصري المحترف الحقيقه ولاعب فريق باوك سالونيك بدا مرحله او دخل في مفاوضات مع نادي باناثينايكوس اليوناني بعد ما سافر لاثينا عشان يتفاوض مع النادي ويتفق بقى على البنود او الشروط الخاصه بالعقد بين الطرفين. اذاعه سبورت اف ام اليونانيه قالت انه ورده بيقترب بشكل كبير منه ينضم لباناثينايكوس وارتبط اسمه برغبة النادي اليوناني في التعاقد معاه خصوصا أنه أصبح في الفترة الحالية خارج حسابات فوق. نروح بقى لنيمار البرازيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللي أعلن بقائه في الفريق خلال الفترة اللي جاية. كان في زي ما حضراتكم عارفين شكوك كده حول مصير نيمار مع سان جيرمان بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا قدام بايرن ميونخ. بس نيمار النهاردة قال في تصريحات لمجلة نادي إن هو مستمر وباقي مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد موسم 2020-2021. وقال كمان إن هو ليه طموح كبير جدا في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة تانية، بس المرة دي بقى يفوز باللقب كمان مش يوصل بس للنهائي. وقال إن هو بيتطلع إن هو يبذل أقصى جهد عنده علشان اسمه يتكتب في تاريخ فريقه باريس سان جيرمان. نيمار وحده لا يكفي، انا بيتهيألي انه هنتكلم طبعا على كوكبه كبيره جدا من النجوم. وخدي بالك دايما يا ساره انه النجوم الكبيره اللي بحجم نيمار واحد من اهم واشهر واكبر نجوم الكره في العالم، واعتقد انه في مرحله ما بعد ميسي ورونالدو هيكون دايما نيمار في الصوره كواحد من افضل اللعيبه اللي بتنافس على لقب الافضل في العالم. بعد ما بيحقق الـ 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 الشهرة وبعد ما بيحقق حلم اللعب للأندية الكبيرة وبعد ما يحقق طبعا النجاح والفلوس وإلى آخره، بيبقى الدافع الأساسي والمحرك للعيبة من الطراز ده أو من الحجم ده ومن العيار التقيل ده فكرة تحقيق البطولات. وحتى اللحظة نيمار على المستوى المحلي قدر يحقق مع باريس سان جيرمان، لكن مع بي اس جي في بطولات أوروبا أعتقد أنه إخفاق وراء إخفاق رغم انه النادي بيضم كوكبه كبيره جدا من النجوم. ومع ذلك وصوله لنهائي دوري ابطال اوروبا او مش هو كان نيمار باريس سان جيرمان ان هو يوصل اول مره في تاريخه لنهائي دوري ابطال اوروبا اعتقد ان هو انجاز كبير. كان بيلعب برضو يا احمد بايرن ميونخ، يعني انت كان واخد اللقب خمس مرات وفي افضل حالاته زي فعلا ما بتقول. فممكن فعلا نشوف الموسم اللي جاي باريس سان جيرمان تاني في النهائي، ممكن ياخد البطوله، كل ده هنشوف. هو بالتاكيد بقى اي بطوله بيشارك فيها باريس سان جيرمان من اقوى المرشحين للفوز بيها، وبالتاكيد تشكيلته او السكواد بتاعته دلوقتي ترشحه انه يكون واحد من اكبر واثقل فرق اوروبا. مستمرين مع حضراتكم في السادسه بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده 31 اغسطس عام مضى، سنه عدت على تولي ريني فايلر المسؤوليه الفنيه للفريق الاول لكره القدم بالاهلي. هو تولى التدريب زي النهارده بالظبط 31 اغسطس 2019. الاهلي لعب تحت قياده السويسري ريني فايلر 36 مباراه في مختلف المسابقات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراه، تعادل في 6 مباريات وخسر لقائين بس في مختلف البطولات. سجل الاهلي خلال ال 36 مباراه تحت قياده ريني فايلر 78 هدف واستقبلت شباكه 16 هدف، وجت مواجهات الاهلي تحت قياده فايلر على النحو التالي. في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر يمكن 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة بس.
ولاعبوا الاهلي سجلوا 56 هدف واستقبلت شباكهم 8 اهداف في دوري ابطال استهبلت شباكهم 8 اهداف في دوري ابطال افريقيا. قاد الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات وثلاث تعادلات وخساره واحده بس، وسجل 16 هدف واستقبلت شباكه 5 اهداف. مباراه وحيده في كاس مصر حقق فيها الفوز وسجل 3 اهداف واستقبلت شباكه هدف. ويمكن كنا بنتكلم من يومين على فايلر وان هو اول ما مسك الاهلي او اول ما جه مصر عشان يدرب الاهلي يمكن كانت ظروفه مشابهه شويه لجوزيه، انه الناس بتتكلم شويه، الاعلام بيهاجم ليه الاهلي مش جايب اسم كبير، ليه الاداره ما جابتش اسم ليه خبره في افريقيا. ولكن مع الوقت واحده واحده اول ما مسك الفريق الناس لاحظت ان في فرق على مستوى الفريق فعلا ككل وعلى المستوى الفني لبعض اللاعبين بعينهم، والجمهور بدا يبقى في ظهر فايلر واحده واحده ويثق في فايلر اكتر. والحقيقه انه لحد دلوقتي فايلر مع فريق الاهلي محقق فعلا اهداف كويسه ولسه اكتر باذن الله. ان شاء الله يكون اكبر حاجه جايه قريب باذن الله هي تحقيق بطوله افريقيا اللي هي طبعا حلم جماهير الاهلي. عايزين بقى نروح للموضوع، الموضوع الساحه بقى، موضوع شاغل العالم كله، ميسي. ميسي طبعا حديث الساعه في العالم كله خلال الاسبوع الماضي بعد ما اعلن رغبته في الرحيل عن برشلونه لاسباب كثيره جدا طبعا معروفه للجميع، منها تراجع مستوى الفريق على مستوى البطولات الاوروبيه واخرها الخروج من دوري الابطال والهزيمه الكبيره اللي تلقاها الفريق امام بايرن ميونخ بنتيجه 8-2. ويمكن وقتها اتكلمنا ان ميسي كان بيعيش أسوأ واكبر هزيمه في تاريخه، وان الشكل اللي شفنا عليه ميسي بعد المباراه والصور اللي انتشرت له والكوميكس اللي اتعملت دي ما كانتش من فراغ، ده لاعب بيعيش اكبر هزيمه في تاريخه. ميسي ما عاش يوم زي ده قبل كده، وقلنا يمكن اللي كانت اقل منها شويه او قبلها كانت لما الارجنتين خسرت من بوليفيا في تصفيات كاس العالم 6-1، لكن 8-2 دي الراجل ده ما شافهاش قبل كده وما كانش متوقع ان يشوفها. ده لاعب بحجم ميسي، تفاصيل كتير قوي في موضوع ميسي، ويمكن اخرها كان انه يوم بعد يوم بيثبت ان هو خلاص بره برشلونه، مش مكمل مع برشلونه. امبارح ما حضرش مسحه كورونا بتاعت فريق برشلونه، والنهارده الاثنين الصبح ما حضرش تدريب برشلونه، وده علشان ياكد اكتر ان هو خارج فريق برشلونه. تفاصيل اكتر هنعرفها دلوقتي من خلال الصحفي الكتالوني انطونيو فاسكاري اللي هو الصحفي في قناه برشلونه. وبرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. Igualmente, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Saeed, مساء الخير من اسبانيا. في البدايه خليني اسال حضرتك اخر كواليس اقتراب ميسي من الرحيل عن نادي برشلونه، يمكن اللاعب ما حضرش التدريب، ما حضرش مسحات كورونا، بس ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ ايه الجديد اللي الناس ما تعرفوش؟ أعتقد أن بعد أن عرفتم هذين الخبرين أنه تخلف أمس عن المسحة الخاصة بكورونا وأنه أيضا لم يذهب إلى التدريب في المرة الأولى التي يتخلف فيها عن التدريب، إن والده سيقوم بالاجتماع مع جوزيه ماريا بارتوميو اليوم، هذا ما سمعته في الإذاعة التي أعمل بها، لكنه لم يأتي إلى الآن إلى برشلونة، إن والده خارج برشلونة، لذلك نحن متأكدون الآن أنه لن يأتي لعقد الاجتماع هذا اليوم. لذلك نحن عرفنا أن شقيق ميسي موجود الآن في برشلونة قريب من النادي، ويبدو أنه من سيقوم بالاجتماع مع رئيس برشلونة، لكن الأخبار تأتي سريعة جدا وتتضارب بصورة كبيرة، وما نعرفه ما استقيناه من هذه الأخبار أن ميسي يريد أن يغادر برشلونة دون أن يدفع سنتا واحدا، وهذا لن يتقبله البارسا. البارسا لن يترك ميسي هكذا، هذا سيمثل بالنسبة للبارسا كما يقولون موت وخراب ديار. البارسا تخلى عن إحراز أي بطولة، البارسا لم يخرج بأي مكسب هذا العام، والبارسا سيترك ميسي في الهواء. لذلك هم الآن ما زالوا كل يجهز في أسلحته التفاوضية حتى يجلسوا مع بعضهم البعض.
طيب ممكن من ناحية قانونية نفهم أكتر، يعني حضرتك ممكن تبقى في الحتة دي تبقى فاهمة أكتر. اللي احنا فاهمينه أن ميسي قال أن هو عادي جدا أن هو يطلع فور فري يعني، أو ما يدفعش أي حاجة ويمشي من برشلونة، ولكن المحامين بيقولوا أنه لا، الكلام ده كان لحد يونيو اللي فات، لكن دلوقتي لو هيمشي لازم يدفع 700 مليون يورو. ايه الاصح او الناحيه القانونيه؟ من ناحيه قانونيه هل فعلا لاعب مفروض يدفع علشان يمشي من برشلونه ولا لا؟ bueno es el tema del día es decir el tema اعتقد ان هذا هو موضوع اليوم وموضوع الاسبوع وموضوع الصيف. ماذا يقول هذا العقد؟ ما هي نصوص هذا العقد؟ هل هذا العقد شديد الغموض إلى هذه الدرجة؟ أنا تحدثت مع كثير مما يسمى بالمحامين الرياضيين، وبالمناسبة لم يستطع أي منهم أن يفك ألغاز هذا العقد. هو يقول أن هم يقولون أن بالفعل هناك شرط جزائي يشترط على ميسي أنه لا يستطيع أن يغادر النادي دون أن يدفع 700 مليون. وهناك أيضا بعض البنود الموجودة التي تتيح له أن يخرج من النادي دون أن يدفع سنتا واحدة. لكن الآن يقول الرئيس أن هناك مادة أخرى وبند آخر، هذا البند يقر أنه على ميسي إذا أراد أن يغادر برشلونة أن يقوم بتسديد هذا المبدأ. لذلك هناك حالة من الشد والجذب والشد المقابل من كلا الجانبين. لكن لم يخرج علينا سواء شؤون القانونية في نادي برشلونة أو المتخصصين القانونيون الموجودون في برشلونة أو في إسبانيا، لم يستطع أي منهم أن يقوم بفض لغز هذا العقد. لكن المسألة الآن أن الاتحاد واتحاد المحترفين يساندون البارسا، لأنه الآن قد فقدنا كريستيانو رونالدو قبل سنتين وقبله نيمار والآن ميسي. لذلك فإن اللاعبين الأساسيين النجوم الموجودة في سماء الكرة الأسبانية ستختفي إذا ما خرج ميسي من هنا. ستصبح مسابقة الدوري، لا أريد أن أقول هذه الكلمة، لكنها ستصبح مسابقة عادية جدا، أقرب إلى الساحات الشعبية منها إلى مسابقة الدوري ينظر إليها باحترام في جميع أنحاء العالم. فعلا يمكن كنت سمعت تصريح من رئيس الليغا أنه الدوري الأسباني قدر يكمل بعد نيمار بعد رونالدو، لكن هيبقى صعب جدا أنه يكمل بعد ميسي. بس برضو خليني أسألك، أنه في أخبار بتقول أن أعضاء الجمعية العمومية في برشلونة سحبت الثقة من بورتوميو رئيس برشلونة، الكلام ده صح ولا لا؟ podría repetir la pregunta por el presidente de Barcelona. claro la liga no quiere que Messi se vaya. أعتقد إذا وصل الأمر إلى إخراج الرئيس سيخرجونه، لأن الدوري الإسباني بالفعل في حاجة إلى استمرار ميسي. أنتم تعرفون أن ميسي يقبض في العام 50 مليون يورو، وأن الحملات الإعلانية التي تدور حول ميسي تعتبر أحد أهم المرافق التجارية لصناعة كرة القدم، ليس فقط للبارسا بالمناسبة، لكن القمصان التي تباع ميسي في متحف برشلونة إلى آخره. حتى الحكومة الإسبانية بالمناسبة، حتى وزارة المالية الإسبانية، ما يدخل من ميسي جزء لا يستهان به في قيمة الضرائب والأموال التي تحول وزارة المالية الإسبانية. أكيد طبعا خسارة كبيرة للدوري الأسباني، ده متفاهمينه. بس برضو خليني أسألك، الرأي العام في برشلونة، الناس واقفة مع مين في المعركة اللي ممكن نقول عليها بين ميسي وبين إدارة برشلونة؟ هل الناس متعاطفة مع ميسي أنه لاعب بالحجم ده ما ينفعش الإدارة بعد كل ده تعمل معاه كده لو رغبته هي الرحيل، ولا الناس مع إدارة برشلونة؟ claramente بوضوح شديد أعتقد أن الجميع في جانب ميسي، لأن أخطاء الرئيس نادي برشلونة للأسف الشديد
كل الملفات التي تولاها أخطأ في إدارتها، وهذا هو الملف الأكبر. كل بالمناسبة حتى أعضاء برشلونة، كل وسائل الإعلام، الجميع يرى أن رئيس نادي برشلونة أحد أسباب الأزمة، والجميع الآن مجتمع ضد هذا الرجل. وهناك دعوة بالمناسبة تدور الآن أن كثير من ممثلي هذه الأندية والهيئات وسائل الإعلام سيجتمعون حول النادي ويقومون بالتظاهر مظاهرات كبيرة حتى يعلنوا أنهم بجانب ميسي وأنهم ضد هذا الرئيس. طيب أنا عايزة برضو أتكلم على طبيعة العلاقة بين ميسي ورئيس برشلونة. يعني الأخبار اللي بتجيلنا كلها أنه من البداية أصلا طبيعة العلاقة وحشة، وأنه يعني حتى في مرة من المرات قال له أنت راجل مراوغ، بعد ما قال له أنه لا نيمار إزاي مش هيسيب برشلونة، وفي الآخر لقى نيمار خارج برشلونة. وكمان دلوقتي إحنا عارفين قد إيه سواريز مقرب جدا من ميسي، ومشي بطريقة الحقيقة ما تليقش بقيمة لاعب زي سواريز. مكالمة من مدير فني أقل من دقيقة يقول له فيها مع السلامة أنت ورا برشلونة. فالحقيقة يعني من الواضح ان في توتر في العلاقه بين ميسي وبارتوميو رئيس برشلونه. سي بالفعل هذا صحيح، العلاقة بالفعل ملتبسة، لكن دعيني أشرح لك أمرا مهما، سواء ميسي أو روماريو أو رونالدو أو مارادونا إلى آخره، لن يستطيع أن يلعب في أكثر من نادي، ولن يستطيع أن يفرض شروطه على أي نادي مهما بلغت درجة نجوميته. برشلونة نادي كبير، وهذا النادي له أعضاء وله جمعية عمومية، وهذه الجمعية العمومية هي التي تقوم بالتصويت وتقوم في النهاية بإنفاذ أمرها. لذلك فميسي على مستوى الفني على مستوى الكرة يجب أن يبقى في البارسا، لأن ميسي دخل هذا النادي وعمره 13 عام، وميسي كما نقول تولاه حتى في علاجه بالنسبة للمشاكل الصحية التي كان يعاني منها عندما كان صغيرا. لكن في النهاية هذا الرئيس عمل ميسي بصورة سيئة، وما فعله الأسبوع الماضي مع سواريز. سواريز يعتبر بالمناسبة الهداف الرابع في تاريخ برشلونة، في تاريخها الثالث أعتقد، الترسيلو أنه الرابع، أعتقد أنه الرابع. فأن تنهى علاقة النادي مع لاعب بحجم سواريز بمكالمة تليفونية، هذا عار. لا يمكن الآن، لا يمكن. إذا ما أردت أن تنهي عقد لاعب أو علاقته بأي نادي يجب أن يتم هذا وفق البروتوكول المتبع. مثلا جوان دي لابورتا أحد الرؤساء السابقين عندما أراد أن يخرج إيتو وديكو ورونالدينيو ذهب إلى بيوتهم، إلى بيت كل منهم، وتكلم معهم وقال لهم أن الأحوال تسير في أنكم سوف تتركون البارسا اليوم أو غدا، فدعونا نقوم بإخراج هذا الأمر على أفضل صورة ممكنة. وهكذا خرجوا وهكذا غادروا. لكن أن يحدث هذا مع سواريز بهذا الشكل، وأن يحدث هذا مع ميسي بشكل شبيه، لا أعتقد. طيب هل في عروض رسمية وصلت لإدارة برشلونة للتعاقد مع ميسي، وموقف بقى مسؤولي النادي الكتالوني من الموافقة على بيع ميسي؟ إنه ميسي. ميسي هو أحسن لاعب موجود على وجه الكرة الأرضية، لكنه يدفع له 50 مليون من اليوروهات في العام. نحن نتحدث عن لاعب من يستطيع أن يدفع هذا الرقم. لذلك أعتقد من معلوماتي أن هناك باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي،
كلا الناديين. يردلين اعتقد السيتي هو الذي يقترب. لا ليست عندي معلومات مؤكده، لكن هذا ما يدور في الافق هنا، ان النادي الاقرب في الوقت الحالي هو مانشستر سيتي، سواء كانت قدرته الماليه او اسباب اخرى. دعونا نعدد هذه الاسباب. بيب غوارديولا هذا المدرب الذي فاز معه ميسي بست كؤوس ابطال الدوري في اوروبا، ايضا الدوري الانجليزي دوري يسيل له اللعاب، فهو دوري شديد القوه وشديد التنافسيه، لكن لم يظهر عرض حتى الان رسمي او قدم بصوره رسميه لاداره النادي. طيب من وجهه نظرك انت يعني مين ممكن يبقى، صعبه قوي الكلمه اقولها، بس بديل لميسي؟ يعني ازاي برشلونه ممكن ينقذ نفسه بعد ما ميسي يمشي منه؟ شكل النادي بعد، اكيد الناس متخوفه من شكل النادي بعد رحيل ميسي وسواريز والشكل الجديد اللي هيبقى عليه نادي مع رونالد كومان. هذا السؤال ايضا من الاسئله طرحت قبل ذلك مع يوهان كرايف عندما كان احد نجوم اللامعه، رونالدينيو ايضا عندما اخرج رونالدينيو كان ايضا مساله بنسبه كبير نجوم، واعتقد ان المستقبل سياتي. انا لا انكر ان ميسي هو احسن لاعب موجود الان في الكوكب، لكن عمره 33 سنة، لا تنسوا هذا، يبقى له عامان على الأكثر مثمرين، لكن بعد ذلك إذا ميسي يمكن أن يلعب لمدة عامين في مانشستر سيتي، ثم بعد ذلك يصل إلى الجالاكسي أو أحد الأندية الأمريكية اللي ينهي حياته بصورة استعراضية. ماذا أريد أن أقول بهذا؟ أن البارسا سيخسر بالفعل. ما سيحدث للبارسا بعد ذلك ستحدث هزة، لأن البارسا كان دائما ما يخسر أهم اللاعبين الذين حظى بهم، ليس فقط ميسي، قبل ذلك لاعبون آخرين. لكن إذا سألتني من سيكون في محل ميسي الآن، لا أحد في الوقت الحالي، لا أحد، لكن أيضا لا نعرف أن خلال عام أو سنتين أو أي حتى لاعب من مدرسة الكرة في برشلونة لم نتباينه بعد، يمكن أن يظهر وينفجر كالقنبلة. طيب قبل بقى ما اختم معاك، بس عايزه اسالك على اخبار بتقول انه ليفربول وافق على بيع ماني لبرشلونه مقابل 90 مليون، ايه صحه الاخبار دي؟ no, لا أعلم. الآن في ريال مدريد يتحدثون عن شيء، يتحدثون عن يريدون أن يخرجوا بيل، خامس وماريانو. خامس الآن حسب إحدى زميلات قالت لي وكانت معه، قالت أنه سيتعاقد مع إيفرتون الإنجليزي. ماريانو الآن قريب جدا من بنفيكا البرتغالي، حتى لو كان، بالرغم أن ماريانو بالمناسبة لا يريد أن يترك ريال مدريد، بالرغم من أن الناديين قد اتفقا بالفعل أو في سبيل إنهاء الاتفاق. Pero obviamente el Madrid no cuenta con él. De Mared, no sabemos nada. De Mared, أيضا لا نعرف أيضا بيل أيضا سيغادر مدريد بأي صورة، لكن لا نعرف إلى أين سيتوجه بعد. بشكرك جدا أنطونيو فيسكاري، كنت معنا صحفي من قناة برشلونة على قناة الأهلي، وهتفضل طبعا مشكلة ميسي هي حديث الساعة فترة كبيرة. احنا بنتكلم عن لاعب كبير قوي، يمكن أحسن لاعب كرة قدم هو ورونالدو طبعا، عشان الناس ما تزعلش، لكن هتفضل الناحية القانونية دي مش مفهومة الوقت طويل لحد ما حد يحسمها. يعني هل فعلا ميسي لازم يدفع 700 مليون يورو دول والديدلاين أو الوقت إن هو خلاص يمشي فور فري ده خلص، ولا من
حق اللاعب ان هو يختار النادي اللي هو عايزه ويمشي من غير ما يدفع فلوس، وده هيأثر ازاي على الليجا بعد كده؟ احنا دلوقتي ما عندناش في الليجا لا نيمار ولا رونالدو ولا ميسي، كل دي اسئله هتجاوب عليها اكيد الايام. لسه مكملين الحقيقه فقراتنا في برنامج السادسه، لكن بعد الفاصل. لقطات وذكريات الحقيقه هنحاول نسترجعها معاه النجم الخلوق، نجم مصر النادي الاهلي كابتن جمال المساعد، ضيفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن جمال. مساء الخير كابتن احمد، انا سعيد ان اكون مع حضرتك النهارده وان شاء الله تكون حالك كويسه. ان شاء الله ده شرف لينا وجودك معانا. ربنا يخليك يا كابتن. بمناسبه انك في السادسه، رقم 6 بيمثل لك ايه عموما؟ رقم 6 يعني حلو كبرنامج للنادي الاهلي كبدايه، يعني حاجه كويسه. ايوه. نمره التيشيرت بتاعتك كانت نمره كام في النادي الاهلي؟ التيشيرت بتاع النادي الاهلي، انت عارف مرحله اللي هي الناشئين بتبقى انت لسه طالع. لا انت بقى بتختار، ما بتختارش فلسطين، ما وانت طالع انت بقى على حسب التيشيرت اللي هو موجود. لكن لما بتختارش يعني. لكن لما انت عندك رقم مفضل عموما؟ لا، انا لبست 12 في النادي الاهلي، ولبست 9 و8 واستقريت على 8 في الاخر. مشوارك مع الاهلي مشوار صعب؟ البدايات بدايت مع الاهلي امتى تقريبا؟ هو طبعا النادي الاهلي مش اي حد يلعب فيه طبعا، وحلم كبير كل لعيبه الكوره بتحلم فيه، حلم كبير لاي حد تحلم في النادي الاهلي. انا بدات مشواري في النادي الاهلي سنه 80 81 مدرسه الكوره. كان عندي 10 سنين ساعتها. 10 سنين. كان موجود كابتن مصطفى حسين، كان رئيس قطاع الناشئين. طبعا انت لما بتلعب في النادي الاهلي وانت عاوز تلعب فرقه كبيره، بتشوف الناس اللي هي قدامك مين، او المراكز اللي هي موجوده اللي انت عشان تلعب درجه اولى لازم تتخطى الناس دي. فطبعا الامر بيبقى صعب جدا انك انت بيبقى قدامك مراحل، مثلا دفعه مثلا عبد الجليل وهاني رمزي وبعد كده بدر رجب، يعني ايه اجيال، لان انا حضرت اجيال. يعني لعبت مع هشام ولعبت مع وليد ولعبت مع هادي ولعبت مع محمد يوسف دفعتي وكرم مرسي، وبعد كده لعبت مع بدر رجب وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد. الجيل الاكبر شويه. فانت بتدخل مرحله كده لغايه لما تكمل بقى الفرقه كبيره كده. مين اول ماتش لعبت فلسطين؟ ظروفك الاول ازاي دخلت فيرست تيم؟ مين اللي اختارك عشان تلعب فريق اول نادي اهلي؟ واول ماتش كانت ايه ذكرياته؟ هو انا كانت سنه 86 87 كنت بلعب منتخب مصر 17 سنه. كان في كندا. خدت احسن لاعب هناك، احسن 3 لعيبه في البطوله. رجعت على طول، كان موجود الكابتن السايس. وطبعا كان ماسك الفرقه الكابتن شو عبد الشافي، كان بيرشح بعض اللعيبه اللي هي موجوده ان مين اقرب واحد يطلع للدرجه الاولى. فلسطين. جيت انا 87 من كندا. طبعا اترشحت ان انا اطلع اتمرن. طبعا في الفتره دي جاي معنوياتك في السماء، واخد جايزه احسن لاعب. طبعا بتطلع بقى تتمرن، اللي هي الفتره اللي هي اللي تتمرن شويه، تنزل تيجي مثلا محتاجينك في تقسيمه. ايوه، لان العدد بيبقى فيه كبير، محتاجينك في تقسيمه، بياخدوك من تحت تتمرن معاهم. مش لاي حد طبعا بيحتاجه في تقسيم يطلع يلعب، لا ده هم اللي هو عينهم عليه ان هو يطلع يلعب درجه اولى فلسطين. بعد كده بعد بتخش على حته انك انت احتياج الفرقه ايه في الدرجه الاولى، مين موجود بقى في المكان دوت تلعب عشان انت تلعب درجه اولى. يعني انا كان ساعتها كان موجود كابتن طارق ابو زيد ناحيه الشمال، كابتن اسامه عرابي، عبد الجليل، عتاوله الديفندر برضه، عتاوله هنا. تبص نفسك انت بتقعد تفكر تقول ايه هتاخد فرصه ازاي، انا هاخد فرصه ازاي. تبص لنفسك انت الدنيا ضلمه قدامك. لكن طبعا بالطموح وبالعزيمه الواحد لعب الحمد لله ولعبت. كان في لحظات كتير ضلمه قدامك في مشوارك مع الاهلي؟ اكيد طبعا. ما هو انت وانت شغال فتره الناشئين، انت يعني انا كنت انا مثلا الدفعه اللي هي بعديه كانت دفعه هاني وعبد الجليل. او عبد الجليل وعادل عبد الرحمن. هشام حنفي؟ لا، هشام معاك. هشام اصغر مني. هشام اصغر منك. هشام بقى نفس الكلام اللي انا بحكيه ده، هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي اللي عاوزه تلعب درجه اولى هو بيحسبها كده. تمام. يعني انا كان قدامي عبد الجليل وعمرو والناس دي. حلني بقى عقبال ما احللي عقبال ما اشوف بقى المركز. لا ده في مين ده بيلعب كمان ايه؟ ده بيلعب ناحيه الشمال في المركز بتاعي.
اسامه عرابي وكان كابتن ربيع ياسين ومحمد قاعد. فبص لنفسك انت بتلعب في المكان ده، هتطلع بقى تلعب لازم الناس دي تعمل ايه؟ لازم حد يقع من الناس دي عشان انت تلعب. فطبعا بتبقى صعب جدا انك انت تلعب في النادي الاهلي درجه اولى عكس احنا الايام اللي موجوده دلوقتي. الايام الموجوده دي سهله جدا. ايه الفرق بين سهله جدا؟ ايه من وجهه نظرك الفرق يعني بين دلوقتي انك انت النادي الاهلي دلوقتي يعني من في الثمانينات والتسعينات قليل جدا لما النادي الاهلي كان يجيب لعيب من اي نادي تاني. كان لما كان يجي يجيب كان يجيب لعيب افريقي ولازم يكون فيرويد. ما كانش يجيب هاف ولا كان يجيب باك ولا كان يجيب لازم يجيب لعيب فيرويد مهاجم يجيب جوال ومش اي مهاجم. لكن انت دلوقتي على النادي الاهلي كل نص الملعب ديفنس، اي مركز بيحس فيه خلل بيدعم تدعيم على طول. فبيجي لك اللعيب من بره، اللعيب اللي بيجي من بره غير اللعيب بتاع النادي الاهلي. يعني لو انت بص كده في فرق بين المحترف من وجهه نظرك، مش المحترف، اللعيب اللي جاي من بره ده محترف. يعني جاي من بره محترف. لا انا بتكلم لا المصري المصر. بتكلم اللعيبه اللي هي المصريه اللي موجوده في النادي الاهلي. انت مثلا لما تيجي مثلا رمضان صبحي، رمضان صبحي انا كنت بمرن فرقه 98 بتاعت احمد حمدي وفوز الحناوي وكريم والناس دي. كان رمضان اعلى منهم 98، انا 98 وهو 97. رمضان متاسس في النادي الاهلي وهو عنده كام سنه؟ 10 سنين. ايوه. فتبص تلاقي التمرين تمرين صح، بيتمرن تحت مدربين جامدين، تكتيك فيتنس، ازاي يجهزه، ازاي يقف في الملعب، يطلع اللعيب فاهم كل حاجه وهو طالع. متاسس صح. وقبل ده اسمح لي كابتن جمال، انا بتهيالي جزء كبير جدا من 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 فكره الفرق اللعيبه اللي طالعه من فرق الناشئين في الاهلي هي فكره شخصيه البطل. انك انت تزرع في لعيب من وهو في سن 10 سنين ان كل بطوله انت داخل تلعب فيها انت بتلعب عشان تاخد مركز اول. انت المركز الثاني بالنسبه لك خساره. صعب. لا خساره. ما وينعكس على حالتك بزعل او بحزن او برغبه في انك انت تبقى افضل عشان اللي جاي. تمام. في ناس كتير ممكن تاخد مركز ثاني تبقى حاسه انها عملت يعني انجاز او بتاخد مركز ثاني كل فين وفين. كلامك ده بيتهيالي بينطبق على الناشئين في النادي الاهلي. لا ده مش بينطبق، ده حاجه اساسيه. يعني انا مثلا لما مشيت من النادي الاهلي ورحت الاتحاد السكندري لعبت 6 مواسم وجبت 37 جول. ايوه. في الاتحاد في اسكندريه 37 جول. في النادي الاهلي انا كنت بلعب ديفندر، لان يعني برضو انا اتظلمت في الحته دي، لان انا مثلا بلعب تحت الفراوده يمين وشمال وتحت الفراوده. رحت في النادي الاهلي لما جيت احتاجني الكابتن انور سلامه وماكل ايفرت ان انا المكان الوحيد اللي فاضي الديفندر. هادي رجع يلعب ديفندر. هادي رجع ليبرو وانا كنت بلعب اللي جبت من لعبت مكان هادي خشبه. فانا رحت لعبت في المكان ده. الحاجه بقى اللي انا كنت متعود عليها ان اجيب جوال خلاص لعبت حاجه ثانيه. فلما رحت الاتحاد السكندري لا رجعت العب تحت الفراوده ثاني. فرجعت بقى ابدا امارس الايه الهوايه بتاعت ان انا اودي للجول واجيب جوال. جايب 37 جول. ارجع بقى الحته اللي هي بتاعت تاسيس اللاعب. انت لما بتجيب اللاعب من بره النادي الاهلي من اي نادي في مصر بعد احترام كل اللعيبه اللي موجوده والمدربين اللي موجوده كلها. المدربين اللي موجوده كلها بره التاسيس والخبره والتدريب غير بتوع النادي الاهلي. بس ما اغلب المدربين الشغالين برضو يعني في كتير جدا منهم من مدرسه النادي الاهلي وعايش عمرهم كله في نادي الاهلي. لا انا بتكلم على انا بتكلم في الفتره اللي هي الحاليه الموجوده. اللي هو فتره الناشئين، ما بتكلمش الدرجه الاولى. تمام. ما انت خلاص الدرجه الاولى دوت لما يبقى هو عنده 19 سنه او 20 سنه انت هتعمل له ايه؟ هتاسس فيه ايه؟ ما خلاص كده، ما كده خلاص. تمام. هو كده بيشتغل على اللي هو خلاص هو جاي 20 سنه 21 أي. سنه 24 سنه هو جاي على الشغل اللي ايه القديم بتاعه، مش هتعمل له حاجه الا اللي هو التكتيك اللي انت بتلعب بيه او فتره الاعداد اللي انت بتعملها له. لكن تاسيس كعضله وكشخصيه. انت اشتغلت كابتن جمال شويه في مسكت ناشئين في الاهلي، مسكت في غير الفرقه اللي انت مسكتها. انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي مسكت 98 مسكتها. طب تسمح لي كلامك في حته ناشئين شويه؟ ماشي. لانه ناس كتير جدا بتتكلم انه انا بتكلم على الكره المصريه عموما. يعني بقى فيها ندره في المواهب، ما بقيناش نشوف كل جيل مثلا في 3-4 لعيبه فلته. احنا بتهيألي لغايه جيل بركات وابو تريكه، يعني من بعد الجيل ده
بقى في ندره في المواهب الحقيقيه في الكره المصريه، تتفق ولا تختلف مع الكلام ده؟ لا، هي رؤيه مدرب يعني. آه. هي ليه المواهب مش موجوده؟ لا، هو في مواهب، بس مين اللي يشوف المواهب دي؟ مين اللي يطلع المواهب دي؟ يعني انا في مثلا، فكنت انا ماسك الفرقه بتاعه 98. كان في ياسر رضوان كان ماسك الفرقه مدير فني. وكنت انا بقول له يا ياسر ان فوزي الحناوي ده لعيب كويس، كان قد كده. ايوه، قلت له ده يلعب درجه اولى في النادي الاهلي ويلعب في اي حته. كنت شايف فيه مقاومات. انا شايف فيه نجم. قال لي لا، ده ما كنا رايحين قطر، ده ما يسافرش كمان، ما يجيش معانا. ياسر جاله سفريه، انا مسكت الفرقه مدير فني. لا، ما سالتوش ليه يعني؟ لا، مش هساله بقى، ما خلاص، ما انا عارف هو. طالما انت ليه هو ضعيف وما يسمعش، هو خلاص وجهه نظره. مهما تقول له مش، خلاص هو مقتنع ان هو مش هيبقى موجود. ياسر برضو يعني لعب في المانيا ومدرسه، ما هي رؤيه بقى، ما هي كل واحد ليه، كل واحد بقى، بص، كل واحد ليه رؤيه. أيوة. في اللعيب دوت، واللعيب ده ممكن بعد سنتين يبقى ايه. بعد سنه يبقى ايه، لو انت اشتغلت معاه كتير هل هيستجيب للشغل ولا هيقف؟ ميسي اللي قلب الدنيا ده، كانوا في ناس بتقول لك ده ما يلعبش كوره اساسا. ففوزي ده قلت للكابتن عامر، كابتن عامر فوزي هيبقى لعيب درجه اولى في النادي الاهلي وهيبقى كويس. ايه اللي حصل؟ قال لي نفس الكلام. ايوه، انا مسكت فوزي ده، قعدت امرن فيه وعلمه ازاي يقف في الملعب لحد ما لعب درجه اولى في النادي الاهلي وعار لسموحه دلوقتي. طب خلينا نتكلم عن فوزي، وخلينا نكلمك على لعيبه ثانيه في الناشئين، انت ذكرت اسمها، عايز اسمع رايك فيهم. بس خلينا نقول الو كده، معانا واحد من النجوم، النجوم جيلك ونجوم مصر طبعا النادي الاهلي، نقول الو. الو، هتعرف الصوت ولا؟ الو، اكيد. مساء الخير. الو الو، مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ النور، مساء النور، ازيك يا احمد؟ ازيك حضرتك؟ نورنا. انا بمت عليك طبعا وعلى يوسف ده. اخويا وحبيبي كابتن محمد يوسف. لا، جاب الصوت يا كابتن يوسف. نجح في انا قلت بس اشوفه هيعرف يجيب الصوت ولا لا، جاب الصوت على طول. كابتن محمد يوسف طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن محمد. حبيبي حبيبي احمد، ازيك؟ انا مبسوط والله، ولما كلموني جمال معاك. بص يعني جمال ده من اطيب اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر يعني. انا بيتهيألي يا كابتن محمد لما بتشوفوا بعض على الشاشات او حد بيبقى ظاهر اعلاميا، انت شخصيا وانت قاعد بتتفرج او بتتابع او بتعرف يعني وبتسمع، بتفتكر كده ذكريات كتير جدا، فلوس ذكريات بيشتغل، وبتفتكر لقطات وبطولات ولحظات فرحتوا فيها سوا، ولحظات كنتوا يعني متضايقين فيها سوا. طبعاً. مواقف كتير. طبعاً. جدا طبعا. جمال، بص، جمال مساعد يعني. هقول لك ايه يعني، اولا احنا عشرة عمر طالعين مع بعض من الناشئين. وكنا بنلعب مع بعض تحت 13 سنه، وكان معانا بقى مشير حنفي، وكان معانا طبعا نجوم تانية كتير كملت في النادي الاهلي، وتامر حفني، ومش عايز انت حد طبعا عشان محدش يزعل. ايوه، احنا عاملين جروب كده مع بعض، اللي هو بتاع اولاد يعني المواليد دي بتاعت النادي الاهلي، المواليد. أيوه. الدفعه. ايوه، مش عايز حد يزعل عشان هم كلهم احنا مع بعض على الجروب. بس انا بقول لك يعني فعلا انا سعيد والله ان معاكم. وجمال عشرة عمر، جمال من اللعيبه مميزين جدا، من اول ما بدانا في كاس العالم في كندا تحت 17 سنه مع المرحوم كابتن طه بصري. وزميلنا بقى في منتخب مصر وفي النادي الاهلي، وفريق اول في النادي الاهلي، ومنتخب 19، ومنتخب اولمبي. ومعاك واحد من احسن لعيبه وسط الملعب، اللي كان يعني واحد ضد واحد، ومش عايز اقول لك كان على طول يعني اي موقف واحد ضد واحد. أيوة. يبقى مطمن ان جمال مساعد هيعدي. وبيلعب برجلين الاثنين، وكان لعيب متكامل يعني، لعيب سرعه ومهاره وتسديد على المرمى. كنتوا بتضايقوا بعض في التمرين يا كابتن يوسف؟ نعم. كنتوا بتضايقوا بعض في التمرين؟ لا 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 لا، ده احنا لعلمك يعني على طول كنا مع بعض حلوين جدا. طبعا لما بنلعب مع بعض التقسيمات قدام بعض في التمرين، طبعا دي اكيد بيبقى كل واحد عايز يكسب. لكن جمال من الشخصيات الجميله والشخصيات الطيبه جدا، ويعني وكمان لما طلع بعد كده كمل في نادي الاتحاد برضه عمل كوره حلوه قوي، وقدم مستوى حلو ومستوى كويس جدا. فانا بمت عليك يا جيمي بقى، انت جمال حبيبي يا يوسف، ربنا يخليك يا حبيبي. مش عايز اطول عليك، لكن انا مبسوط، انا مبسوط يا احمد كمان ان احنا يعني انتوا بتظهروا جمال، او جبتوا الامثله اللي زي جمال، لان ممكن اجيال دلوقتي في النادي الاهلي ما شافتش قوي يعني جمال مساعد. جمال مساعد كان من اللعيبه الجامده جدا يعني. طبعا لو يعني
انا بقول لك احنا انا لعبت 10 سنين في النادي الاهلي في التصنيف في الفريق الاول، وبعد كده طلعت احترفت في تركيا ولعبت في امبي. لا جمال من اللعيبه اللي في التسعينات يعني لو كان كمل كمان في النادي الاهلي كان كسر الدنيا. يمكن هو عارف انا وهو عارفين مفيش كده من النادي يعني حاجات خلاص بقى زمن اوانها. لكن جمال لا لعيب هنتكلم معاه في ده، هنتكلم معاه في ده. انا سعيد جدا ان انا بسمع صوتك تحب تقول حاجه للكابتن يوسف. كابتن جمال لا هو يوسف اخويا وعشره عمري وبنتواصل على طول، انا هو مش محتاج ان اقول حاجه يعني. حبيبي يوسف لما كنت بتلعب على بعض في التمرين انت اللي كنت بتعدي ولا هو اللي كان لا ده كان في حاجات كتيره بينه وبين يوسف في الجبهه بيلعب هاف ناحيه باك وانا باك وراه هو على طول بتاع كان تحتيه الجبهه الشمال عظيم جبهه شمال شديده ومحترمه كابتن يوسف انا نفسي مش عارف انتوا عندكم ماتيريال تجيبوا له لقطات منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الصعب. انا لسه عايز اتكلم، وكمان لعب مع كابتن جوهري الله يرحمه طبعا جنرال جوهري طبعا ومنتخب لقطات من كاس عالم ناشئين تحت 17 سنه ايوه يعني بصراحه كان يعني انا مش عايز اشكر فيه وهو قاعد فعلا من اللعيبه القليله اللي جم في مصر يلعبوا برجلين الاثنين اليمين زي الشمال بالظبط. ايوه انا بشكرك جدا وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك ونتواصل معاك كابتن يوسف السادسه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن محمد يوسف. نروح لفاصل ونرجع نتكلم على قصه ازاي مشيت من النادي الاهلي مع كابتن جمال مساعد السادسه بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه ومكملين لقائنا مع نجم النادي الاهلي كابتن جمال مساعد. يمكن كابتن يوسف وقت المداخله تحكي وتقول ولا احكي انا لا خليني بس الاول اعرف الظروف ويمكن كابتن يوسف عدى على الجزئيه دي. الظروف اللي انت سبت فيها النادي الاهلي ومشيت منه وكان انتقالك انت رحت الاتحاد على طول بعد الاهلي على طول ايه الظروف ايه اللي حصل؟ هو السنه اللي مشيت فيها سنه 93 94 انا كنت لاعب بتاع حوالي من ماتشات الدوري كلها بتاع حوالي مثلا 17 مباراه كنت انا بلعب منتخب الاولمبي وجاي من الكويت كنت لسه شاري عربيه جديده فقلت اطلع اجربها كانت الساعه حوالي 12 بالليل 1 بالليل فطبعا حسن انا ساكن في مدن لبنان والكابتن طارق سليم ساكن في احمد عرابي ايوه جنبي انا ما اعرفش طبعا فانا سايق العربيه كده وجيت بدوس فرامل رحت لابس بنزين رحت داخل في الفيلا بتاعته وانت بتعرفش دي فيلا كابتن طارق ما اعرفش حاجه لا انا عرفت بعد كده ولسه ما اتعلمت السواقه شكلك يعني كان شكلك لا كنت بسوق بس ما كنت بسوق بس كان ساعتها كان عندي 20 سنه تقريبا يعني. نزلت المدام عنده وابنه انت عارف انت بتكلم مين مش بتكلم مين قلت لهم لا انا ما اعرفش انا ما انا خلاص انا غلطان هدفع لكم حق تصليح العربيه طب ما فيش مشكله نعمل محضر وما نعملش محضر تقول لا لو عملت محضر مش هدفع فلوس هتعملوا محضر انا مش عاوز شوشره وحد يكتب في الجرايد ان انا سهران والكلام ده جبت الفلوس كان ساعتها دولارات كمان يعني من مصر اديتهم حق التصليح العربيتين تاني يوم قابلت الكابتن طارق سليم بعت لي قال لي رحت له قعدت معاه قال لي انت جاي سكران انت سايق بالليل سكران وازاي انت تقعد للساعه 12 بالليل في الشارع؟ قلت له بص يا كابتن انا اصل انت عارف ان انا لحد دلوقتي انا عندي داخل في 48 سنه ما شربت السجاره. يعني انا بص بطلت كوره ولا وانا كنت بلعب بشرب سجاير ولا لما بطلت كمان كوره وقعدت شربت سجاير ولا ليا في انواع اي حاجه خالص إيه بس يعني بقول لك انا بظبط لك ايه الحادثه انا بظبط لك اي حد يشك في انا بقول لك ايه انا بقول لك ان انا الكلام ده في التسعينات انا بقول لك دلوقتي ان انا بعد عدى 20 سنه او اكتر وانا ما بشربش حاجه فقال لي لا انت كنت بتشرب وكنت سكران قلت له يا كابتن اللي انت عاوز اعمله طالما انت مصمم على كده انت حر انا بقول لك كابتن طارق في الوقت ده كان مدير الكوره قلت له خلاص انت حر انت شايف ان انا كنت سكران والناس قالت لك الكلام ده خلاص انت حر انا بقول لك انا لحد الواقعه دي كانت سبب في انك انت تسيب النادي الواقعه دي ده بقول لك لاعب ساعتها كان ساعتها مش عارف 12 فريق او 14 فريق الدوري كله كنت لاعب 17 مباراه ولاعب نهائي كاس مصر قالوا زمالك 2-1 طرب وزيت ولاعب بعديها كاس مصر كله بعد الواقعه دي لقيت نفسي بره يعني بقيت نفسي مش موجود في النادي
ولما مشيت من النادي الاهلي جت مصلحه. ده يعني ده انت مشيت من النادي الاهلي وانت حاسس انك مظلوم. انت هو اللي بيمشي من النادي الاهلي ده بيمشي ليه؟ يعني اي لعيب بيمشي. لا في اوقات احنا متفقين ان النادي الاهلي كيان كبير جدا ونادي بيسعى دايما للفوز بكل بطولات. في وقت من الاوقات طبيعي جدا وعادي جدا انه لعيبه تبقى ما عندهاش القدره انها تدي او تضيف للنادي فبتسيبه وتمشي. تمام. ده انا كان عندي 23 سنه 24 سنه. وبعدين انا كنت واخد بطولتين. يعني كنت واخد بطولات مع النادي الاهلي. لا ما هي قصه. بص كنت بتقول لي اللي بيمشي من النادي الاهلي ده اللي بيمشي من اي مكان حتى في عملك هنا اللي بيمشي من هنا اللي بيبوظ. يعني اللي بيمشي من اي مكان يبقى مش ناجح فيه. انت لما تكون انت لاعب دوري كامل ولاعب نهائي بطوله فاهمني وتيجي تاني بعديها باسبوعين في الوقت ده كنت دولي يعني انا عارف حتى شفنا صور ليك مع كابتن محمود الجوهري. كنت لاعب منتخب. لعبت منتخب اولمبي. لعبت منتخب ولعبت جميع المنتخبات كلها. انت لما انا مشيك ليه؟ انت خليتنا احنا دخلنا في حاجه قديمه انا اتنرفزت عشان كده. انت لما بتيجي تمشي من مكان لازم تمشي عشان ما تلعبش. لكن انت لما تكون بتلعب وشغال طب ايه اللي يمشي؟ اقول لك على حاجه. يعني لما انا اكون في مركزي مثلا 3 4 ما بيلعبوش. انت 3 4 ما بيلعبوش واللي بيلعب اللي يمشي. طب انت اصلا بتقول لي جت مصلحه. طب انت كنت بتلعب ليه؟ كانت بتقول لي جت مصلحه. انا اكمل لك بس يعني. انت بتلعبني ليه؟ يعني انت مثلا انا لاعب البطوله كلها ولاعب الدوري كله ولاعب كل حاجه مع مجرب وانور سلامه والكابتن سايس. لما اجي امشي بعد كده طب انت لعبتني المباريات دي كلها ليه؟ المدرب الموجود كلمت الكابتن انور سلامه قال لا انا ما ده حاجه ثانيه خالص انا ماليش دعوه. انا ماليش علاقه. ماليش علاقه بالكلام ده. فخلاص انا ما يبقى انا بمشيك. كان احمد عبد الفتاح عبد الجليل ده ما كانش بيلعب خالص وكانوا جايبينه وقاعدينه في المدرج عشان كان حته حاجات كده يعني مش هنتكلم فيها. ولاعيبه كتيره ما كانتش بتلعب خالص. مين اللي بيمشي؟ اللي ما بيلعبش. لكن انا ممكن مثلا يكون عندي لعيب كويس مصاب لا ما فيش مشكله اجهزه عشان يلعب. لكن انا في ناس ما كانتش موجوده خالص فاهمني؟ لا وبعدها كملت. ايه بقى اللي انا رحت الاتحاد بعديها؟ كنت ساعتها النادي الاهلي ما كنتش عملت فيه فلوس. يعني كنت البطولات اللي انا خدتها كان نهائي كاس البطولات اللي 7000 جنيه 6000 جنيه سنه دلوقتي ساعتها كان 3000 6000 جنيه 4000 جنيه ده اللي لعب الماتشات كلها. دي ما كانتش ارقام ساعتها. لا ما 94 يعني رقم مش عارف مش زي دلوقتي. يعني دلوقتي مش زي دلوقتي يعني مثلا 4000 هتعمل بيهم ايه؟ لا دلوقتي اللي حصل هتجيبهم عربيه صغيره. دلوقتي اللي حصل ده مش طبيعي. خلينا نتفق بس يعني لما رحت الاتحاد كان طارق العاشري معلش يا طارق كان طارق العاشر كان جاب راكب عربيه ب 2000 جنيه وانا رايح عربيه موديل السنه. ايوه فاهمني. كان برده الكابتن طلعت يوسف كان معلش يعني في ناس كده ايه يعني لما بقول لك هي جت حاجه حلوه لكن انا طبعا كنت اتمنى ان اكمل في النادي الاهلي لان النادي الاهلي ده بيتي وتربيت فيه قعدت اكتر من 17 او 16 سنه فيه. لكن انا كان الحاله الماديه ما كانتش تسمح ان انا اجيب حاجات كتير. لما رحت الاتحاد ساعتها خدت 60000 جنيه في التسعينات. 60000 جنيه دول ملايين بالنسبه لدلوقتي يعني. ايوه عملت 6 مواسم تقريبا في الاتحاد. اعتقد اضافوا المشوار يعني بصرف النظر عن النقله من الاهلي اللي انت كنتش حاببها او ما كنتش تتمناها. لكن انا بيتهيالي انه جمال مساعد الموهبه والامكانيات. بتكلم على لعيب الكوره بقى سيبك من الاسماء ومن العقود ومن الارقام. انت لقيت نفسك في الست سنين مع الاتحاد اكتر يعني ولا ككوره ولا ككوره ككوره طبعا يعني. لا هو النادي الاهلي طبعا ككوره والاتحاد كانت بقى بتحب. بص انا لما انقلك من فيرود لواحد بتجيب جوال لواحد بتدافع كده انت خلاص انت قلت من مستواك 60-70%. لما رحت الاتحاد يعني مثلا النادي الاهلي لما تيجي تجيب مثلا تاريخ في النادي. سؤال تاني للشباب الصغير اللي طالع وانت انا عارف انك ليك نظره في الناشئين ونظرة محترمة جدا بصراحة. يعني لو لعيب ما عندوش فرصة يلعب في الفيرست تيم في النادي. انا بتكلم على قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما عندوش فرصة يلعب في مركزه الحقيقي بس عنده فرصة في مركز تاني او مدير فني وعن حاسس انه ممكن يوظف في مركز تاني يقبل بده ولا ما يقبلش؟ لو رجع بيك انت شخصيا يعني الزمن تاني انا بص تقبل انك تلعب في مركز غير لا مركزك؟ طبعا انا لا ما انت خلاص بقى ما انت لما تكون انت لسه طالع ناشئ انت يعني انت مثلا انت مش لاقي شغل في اي حته. بيجي واحد عايز تشتغل اي حاجه هتعمل ايه؟ هتقبل يعني انت هتشتغل لغايه لما ده بره يعني. لكن انت في النادي الاهلي عشان تلعب درجه اولى في النادي ده كان زمان مستحيل. انت دلوقتي الناس بتيجي من بره تلعب فرقه كبيره.
الجيل بتاعنا لما تيجي اقول لك انا شوف انا بقول لك اسماء عامله ازاي. في ناس بتيجي من بره كابتن جمال وبتبقى التيشيرت تقيله عليهم، ما بي ممكن يبقى نجم كبير جدا في فرقته ما يستحملش الفنانه. ما فيش نجم كبير بره بفرقته، ما فيش نجوم اصلا. ما فيش نجوم؟ ما فيش اللي بيجوا من بره ما فيش نجم. نجم فين؟ اصل كان هو اصلا في مكانه في ناديه هو مش نجم، مجرد ماتشين ثلاثه اربعه بقى نجم. وبعدين النجم ده انك انت تلعب في مكان خمس ست سبع مواسم ما تقعدش، يعني لما تيجي تقول الرئي ياسين ولا طارق بوزيت ولا الناس اللي موجوده ولا وليد ولا الزمن هادي. والمقارنه لا تجوز يا كابتن جمال. ما هو امال انت بتقول احنا النهارده لعيبه عندها 18 سنه يعني مش عايز اقول اسماء يعني، بس احساس النجوميه تحس انك انت بتتكلم مع كابتن خطيب ولا كابتن مصطفى عبد ولا كابتن طاهر ابو زيد ولا كابتن حازم امام، ولا تحس انه انت بتتكلم مع حد مشواره الاحترافي ما لم يعني يتكرر او يحدث في الكره المصريه. يعني انت دلوقتي واحد يجي ياخد 30 40 مليون ولا 50 مليون ولا 80 مليون ويقعد موسم وبعد كده ليه اصابات نص الموسم وده بقى كده ده نجم ده؟ النجم ده اللي هو يقعد يلعب خمس ست مواسم متتاليين بمستوى مش ثابت. يعني لما يجي يقل مثلا هو مثلا 70 80% مفيش حد 100% خالص. يعني هو لو 70 او 60 او كده لما يجي يقل 40 يقل ما يقلش تحت ما ينزلش. ده العين بتفرق وانت اشتغلت مع ناشئين وعارف. انا ممكن كنادي اشوف انه اللعيب ده لما يجي يلعب في النادي الاهلي موسم مدته كوره موسم واثنين ممكن بعد سنتين يبقى عندي مشروع نجم كبير، ولما اشتريه النهارده ارخص بكتير جدا من ما اشتريه بعد سنتين. ومش بس كده، ممكن كمان استفيد بيه السنتين ولا ثلاث سنين يلعب معايا ثلاثه سيزون وبعد كده ابيعه واكسب فيه. الرياضه النهارده بقى فيها بيزنس. ما احنا لسه بنتكلم مثلا احمد حمدي، انا مسكته في النادي الاهلي 98 مسكته ثلاث سنين. احمد لما كنت انا جيت مسكت الفرقه كان كل المدربين اللي بيلعبوه بيلعبوه ديفندر. الواقع اللي هو نفسه حصل لنا. لما بيتكرر تاني مع حمدي. انا اول ما مسكت الفرقه قلت له ايه؟ قلت له بص يا حبيبي، خدته في الاوضه وقعدت قلت له بص يا احمد انت انسى حته الديفندر دي. انت بص يا حبيبي هتلعب معايا يعني ناحيه اليمين. الولد كان مقتنع ان هو ديفندر اساسا؟ هو كان بيلعب ديفندر وخلاص. ما هو بص هو خلاص ما هو بيجي مدرب وعايز يلعب كوره. هو اللعيبه الصغيره ما فيش حد في النادي الاهلي بيتكلم، حتى اللي عاوز في مشكله جوه النادي الاهلي بصراحه كده بيخاف يتكلم. أيوة. عشان ما يتقطعش عيشه. تمام. فاحنا بنتكلم ايه؟ فبالك انت بقى لعيب صغير هيقول لك ايه؟ هيلعب هنا يلعب. انا جيت قلت له يا احمد يا حبيبي انت مش هتلعب ولا ديفندر وانساها، انت هتلعب ناحيه الشمال يا ناحيه اليمين يا تحت الفراوده. وغالبا هتلعب تحت الفراوده. يعني 90% قعدت امرن في كل تمرين على ثلاث لعيبه. انا طبعا بشتغل على اللعيبه كلها. كوحده واحده وتمرينه واحده وباعداد واحد وكل واحد بياخد حقه في التمرين. لكن احنا بيبقى لنا نظره ان ده ممكن يكمل في النادي الاهلي، ان ده ممكن ما يكملش، ان ده ممكن يلعب فتره اللي هي الفتره بتاعت الناشئين بس ويمشي يروح حته ثانيه. قلت له يا احمد ركز معايا في تحت الفراوده. احمد من الناس اللي انهي فئه من الفئات اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ يعني كنت شايف احمد حمدي ده من اللعيبه اللي هتلعب. ده يلعب دلوقتي هو يلعب دلوقتي في النادي الاهلي مستريح. وفي انت مشكله المدربين كلها اللي بتيجي بتعتمد كله على البدني بس. انا المفروض حتى في الاختبارات انت اللي بيجي لك اختبارات بتلاقي ولد قد كده. طب انا اقول لك الحاجه، انا عندي احمد ابني 16 سنه اقسم بالله العظيم يلعب درجه اولى في اي حته في خلال سنتين ثلاثه. كل اللي بكل ما يروح حته عارف يقول لك ايه؟ ده ضعيف. طب ما ناخده امرنه ما يتمرن وقويه كده. فكلمت احمد قلت له يا احمد حمدي ما يمشيش من هذا اللعب. نفس الكلام فوزي زي ما كنت بنتكلم قبل كده. فوزي حناوي برضه كانوا ماشيين وكاتبين في تقرير ان هو يمشي. قلت لهم لا ده مش هيمشي. وكان بيلعب ايه على فوزي الحناوي؟ انا اتفرجت على فوزي؟ لا ما اتفرجتش عليه. طيب فوزي الحناوي انت عارف كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب ايه؟ قد كده وبيلعبوا باك ليفت. نفس الكلام قلت له فوزي تلعب ناحيه الشمال. انا مش هقول ميسي، انا هقول ما صلاح اهو. يعني كتير من الناس قالت لك صلاح ده ما يلعبش اساسا. ما هي العين اللي بتتفرج بالاختبارات. ما انا بقول لك احنا بنقعد في الاختبارات. الناس كلها مركزه ان انا عاوز واحد بدني وواحد جاي جاهز. مين اللي هيجي لك اصلا؟ لا في مراكز في مراكز في الملعب ممكن ابقى محتاج فيها التكوين والناحيه البدنيه على اعلى مستوى، بس في مراكز ثانيه مش مطلوب ده. ماشي. في مركز يعني 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 احنا نمره 10 انا ممكن اقول لحضرتك يعني انت حتى 10 15 لعيبه ابهروا العالم
كانوا بدني مش احسن حاجه. ما انت ممكن في الدنيا. ممكن تجيب لعيب بدني كويس قوي 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 وما بيعرفش يقدر المسافات، يقدر الكره امتى هتقف وامتى. يعني ماتش النادي الاهلي فيه لا في لعيبه كتير قوي بتلعب يا كابتن بدني يعني ما عندهاش كره يعني اساسا. مثلا ماتش النادي بتاع الزمالك والاهلي الكره اللي ناحيه الشمال كان السيرد باك انهي ماتش يا كابتن؟ ماتش الاهلي والزمالك 2-1 اللي فات ده الاخراني ده 3-1 كره ناحيه الشمال الراجل وقف عمل كده عدى انت فاتح له. احنا بنقول للاعيب المدافع لما تدي له سكه يعني لما تقعد بجنب يعني انت كده بتخيره انه يعمل ايه. بتتكلم على كره كابتن ياسر ابراهيم يعني انت بتخيره. ما دي احنا برده ما ده اللي انا بتكلم عليه اساسيات الكره وانت صغير في النادي الاهلي انك انت. طيب خليني بس عشان احنا عندنا مشوار مهم ويهمني اسمع رايك فيه. بمناسبه مين احسن نمره 10 في مصر النهارده من وجهه نظرك؟ 10 انت لسه هتفكر ده احنا هتحتار وكده وهتدور ولا هدور مفيش يعني مفيش عشرات خلاص مفيش عشرات كانت زمان يعني. طب اتكلم معاك على ماتش الاهلي ومواجهه الاهلي والوداد ماتشين ذهاب واياب. انت بالمناسبه لعبت افريقيا مع يعني في افريقيا لعبت افريقيا شايف ماتش الاهلي والوداد مواجهه الاهلي والوداد ازاي؟ هي فرص الاهلي عموما في البطوله السنه دي ازاي؟ فرصه النادي الاهلي في الفتره اللي فيها الكورونا والمشاكل اللي هي البدنيه والمشاكل اللي هي الفنيه بترجح للنادي الاهلي ان ياخد البطوله. يعني برضه زي ما برضه بتكلم حضرتك على ايه العامل البدني للمدرب اللي هيعرف يشتغل مع اللعيبه بتاعته يجهزهم بدنيا كويس ويجهزهم فنيا كويس هو اللي هيكسب المباراه. يعني انت في الوداد طلب تاجيل اترفض النهارده. ليه تاجيل ليه؟ عشان هو مش جاهز عنده إصابات. حالات عنده مشاكل عنده اصابات عنده فالهنا اللي اللعيبه بتاعته اجهز في الفتره دي زي مثلا بدايه الدوري. بدايه الدوري تبص تلاقي في مدربين عاملين برنامج كويس قوي تبص لي يكسب 3-4 ماتشات والفرقه تقع ده بيبقى حاجه كويسه ان جاب ابناط في الاول. طب اللي ما جهزش فرقته بيخسر اللي جهز فرقته على مدار طويل. الاهلي جاهز من وجهه نظرك؟ يعني شايف الان والاهلي جاهز؟ عندنا 3 ماتشات في الدوري هنلعب حرس هنلعب دجله حرس اسماعيلي اسماعيلي وبعد كده نطلع لعب الوداد في المغرب الاول. تمام انت عندك دلوقتي 3 ماتشات الثلاث ماتشات دول المفروض ان انت ايه اهميتهم في الدوري؟ بالنسبه للنادي الاهلي كدوري وككوره ما لهمش اهميه. ليه؟ انت كده واخد الدوري لسه كابتن جمال برضه 20 بونت لسه امتى 17 بس 17 بونت 17 بونت في الكوره انت بتتكلم 17 بونت انا عارف انه بعيد وصعب جدا بس لا هي كوره ما فيهاش صعب بس لكن الكلام دوت مع مين؟ مع الفرق اللي هي الصغيره. ايوه لكن لما تكون انت فرقه تقيله زي النادي الاهلي لما تيجي تقول لي فرق 17 بونت وتخسرهم انت عايز يعني ايه تخسر؟ معلش انا عشان وقتنا بس انا عايز افريقيا تحديدا يعني الدوري بالنسبه لي مش مقياس لانه الاهلي يغرد منفردا يعني يبقى يعني انت لازم انت فرق كبير جدا بين الاهلي ومع كامل الاحترام والتقدير ده مش تقليل من بقيه الانديه بس يعني الناس كلها تتصارع البطوله الحقيقيه وصافه الدوري المركز الثاني هو دي حاله الصراع الحقيقيه. طبعًا. لكن الاهلي خلاص يعني يغرد منفردا ده ملوش علاقه بافريقيا وده مش معيار او مقياس ده اللي انا هكمل لك ليه علاقه. اتفضل. انا بقول لك يا كابتن عبد النانا دلوقتي 3 مباريات اللي جايين دول المفروض كمدرب العب الثلاث مباريات دول العبهم بالشكل اللي انا هروح العب بيه بره. يعني انا ما اجيش دلوقتي العب بهاجم الفرقه دي على طول على طول على طول فاهمني عشان اكسب. طب انا هروح انا بره هلعب المغرب ازاي هلعبها ازاي؟ هل انا الفرقه دي هتعمل زون ديفنس وزي مثلا الحرس زي ما هي عدت لي ال 11 لعيب على خط ال 18 مش هيحصل. يبقى انا لازم الثلاث ماتشات اللي انا هلعبهم دول هم دول اللي هشتغل بيهم الماتش بتاع المغرب. صحيح. يعني نورتنا واسعدتنا وشرفتنا بوجودك في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن جمال مساعد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وان شاء الله يكون ليها لقاءات ثانيه دايما مع حضرتك. حبيبي محمد. بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله نقابلكم يوم جديد. بكره الاهلي ان شاء الله هيستأنف التدريبات مره ثانيه طبعا واستعدادا لماتش اللي جاي في بطوله الدوري. خلوني بس قبل ما اختم الحلقه سريعا جدا اوجه كلمه لوالده واسره واصدقاء ومحبين محمد عبد الوهاب اللي خصصنا له فقره امبارح في ذكرى ال 14 ذكرى رحيله. كم مشاعر الحب الجياشه وكم الدعاء من جماهير النادي الاهلي
للراحل محمد عبد الوهاب اكبر من الوصف، اكبر من الكلام يعبر عنه. ربنا يا رب يتقبله ويجعله دايما في ميزان حسناته. بشكر جمهور الاهلي الوفي اللي بياكد على معنى واحد، انه حب الناس نعمه لا تقدر بثمن. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله.